طيب هنروح للأسطورة بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها بشكل أكتر تفصيلا وهي فاطمة عمر. فاطمة عمر هذه البطلة اللي بنتكلم عنها يعني قدرت ان هي تضيف ميدالية فضية رابعة لمصر، كده بقى احنا بنقول رفعت رصيدها هي تحديدا من الميداليات البارالمبية لستة. شاركت للمرة السادسة على التوالي لو هنتكلم بالأرقام في بارالمبيات سيدني، منهم كان 4 ذهبيات، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012، وكمان كان في فضية ريو 2016، وأضافت ليها كمان فضية طوكيو بنتكلم 2020. شخصية محترمة جدا بالظبط ما شاء الله عليها. خلينا نروح نتابع جزء من تصريحات فاطمة ونرجع نكمل. ممكن انا مش هخبي على الناس اللي انا كنت طبعا كنت عندي اصابه شديده، عندي اصابه شديده في الفقرات العنقيه، وكنت دايما يعني بخضع للحقن، فنسبه من الكورتيزون اللي حقنته طبعا طلع في العينه بتاعت بطوله العالم اللي كانت في فزاع. طبعا انا جالي وقف مؤقت، وانا لغايه قبل ما اسافر بيوم كان لسه الايقاف ما اترفعش عني، فالحمد لله قبل ما اسافر بيوم جالي الافراج الحمد لله. طبعا انا بشكر دكتور حياتي جدا جدا على الوقفه اللي وقفتها معايا، هي ودكتور هناء ودكتور اشرف صبحي ودكتور سامح ودكتور هاجي، كل الجهاز الطبي طبعا بشكره، مجلس الاداره طبعا الحمد لله ان هم يعني كرسوا كل وقتهم ان هم يحلوا لي المشكله دي، الحمد لله اتحلت. طبعا انا كنت في حاله لا يرثى لها، هسافر مش هسافر، فده كان تخبط بالنسبه لي. وغير كده طبعا الاصابه اللي انا كنت بعاني منها كانت شديده جدا، تقريبا ارقامي اللي انا عملتها في مصر كانت تاهلني ان انا اعمل الميداليه البرونزيه، فالحمد لله بكده طبعا الجهاز الفني معايا محترم، قدرت الحمد لله ان انا انافس واقدر ان انا احافظ على الميداليه الفضيه. طبعا ده بالنسبه لي كان يعني كلمة حق لازم تتقال، ودي حاجة مش جديدة. دايما بعثات مصر البارالمبية بتضم كتيبة منتقاب ومنتهى العناية من خيرة المقاتلين المحاربين اللي لو اتذللت كتير من العقبات اللي هم يعني مضطرين يعدوا فيها، يعني الحقيقة هيولعوا الدنيا أكتر وأكتر، شيء مشرف جدا.